أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون يا رب يا رب فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم من قد آمن
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك بأعيننا وحينا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا
أمرنا
وما آمن معه إلا قليل وقال كما فينا بسم الله مجرها ومرساها إن ربي وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال في ما
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها قال سأل
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من الغاقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستعدت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك على أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم. تلك من آباء الغيب نوحيها إليك ما ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. أنت اللي فيك أول مرة.